أهلا بكم من جديد، نرحب بكل الناس اللي بتابعونا في حضرة المساء في هذه الأمسية. دائما تكون سعيدة وجميلة باستماعكم بمشاهداتكم ومشاركاتكم المستمرة. واحدة من القضايا اللي بتورق شأن الكثير من الأسر هي موضوع السحر، موضوع العين والإشكالات الصحية والطبية اللي بتحصل بالسحر وأنواعه المختلفة. مهمة هنتكلم عن مفاهيم تتعلق بالسحر والمس والعين وغيرها مع الشيخ ياسر عبد القادر الشهير بأبو عمار. مرحبا بك ضيفا علينا في حضرة المساء. أحييك الشيخ، أحييك الأخ محمد، وأحيي الأخت أمونة لتحتم لنا هذه الفرصة، وأحيي قناة البلد الرائدة التي دائما ما تبحر بالأمة قاطبة في الثقافة والعلوم والفكر، تثقيف الناس ويعني تخرجهم إلى بر الأمان. نعم، إن صح التعبير. نعم شيخ ياسر، بداية يعني هناك مفاهيم يعني تحتاج إلى تفكيك وإلى معرفة لدى المواطن السوداني العادي. الحديث عن الجن والشيطان، ما الفرق بينهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجن بكسر الجين والجان ومفردها جني وجنية، ولهذا قال الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. واصطلاحا هم عالم مكلفون، منهم العاقل ومنهم الفاسق ومنهم الفاجر ومنهم المؤمن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لكن المسمى هو الجن عموما. الآن الناس يفرقوا، بيقول لك يا أخي الشيطان وإبليس و في الأصل أن الأرض كان يسكنها الجن قبل البشر. قبل البشر، فأنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة، و يعني ذهبوا إلى الفلوات والمحيطات والجبال، وتجدهم في أماكن أيضا القذورات والحمامات. فالمسمى هو الجن. بعد ذاك إذا تمرد صار شيطانا. الشيطان معناها أي من الشطن، من البعد. ثم سار ماردا، ثم عفريتا. ولهذا يعني تجد أن الجن له عرش يلتقي فيه بسقار الجن إبليس. يقال أنهم خمسة وزراء وبينهم امرأة وزيرة، قال فيجلس في العرش ويجتمع فيسألهم: ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت أنت؟ فيقول أحدهم: فرقت بين المرأة وزوجها. فيقال له: أنت أنت؟ فيقربه ويدنيه، وقيل أنه يلبسه تاجا. ولهذا الجن يتمثل، منهم يكون كلبا، ومنهم من يكون ثعبانا، ومنهم من يرتحل ويطير، ومنهم من يضعن. ولهذا نهى النبي عليه السلام بقتل ثعبانين ذو الطفية والأبتر. الأبتر ذا هو مقطوع الذنب، يعني يشبه لك أنه هو مقطوع الذنب، وذو الطفيتين له خطان في ظهره. قال: فإنه يذهب البصر ويسقط الحمل. يعني الواحد إذا جاء لقى الاثنين ديل موجودين في البيت ينشده، يقول: أنشدك بالله أن تخرج من الدار أو تخرج من البيت. يحكى أن أمية بن أبي السلط كان في رحلة تجارة إلى الشام، فاعترض لهم ثعبانان أو ثعبانين في الطريق فقتلوا أحدهم. وكلما أوثقوا وشدوا الرحال لكي يرتحلوا ظهر لهم هذا الثعبان، فكان يخيف الإبل فتنتشر ثاني، يجمعوها ثاني مرة، فظهرت له نار
فذهب إليها فقال له أحد من الجن: قل باسمك اللهم باسمك اللهم. فأتى وشدوا رحالهم، وعندما هم ذاهبون قال باسمك اللهم، فتنحت تلك الثعبان. نعم شيخ ياسر، عايزينك برضو تحدثنا عن أشكال وأنواع السحر وأخطر السحر الأسود، لأنك برضو تورينا السحر الأسود شنو. طيب يا أمونة، لو سمحتي لي قبل أن أنتقل إلى السحر العين، أريد أن أتكلم عن العين. نعم. العين تنقسم إلى قسمين. منها العين الحاسدة، وهي بمثابة السحر لشيطان الساحر، أو هي مثابة السحر لشيطان السحر. بمعنى كل ما كان العائن أقوى في العين، كل ما ارتفعت مرتبة سهامه التي يصيب بها الآخر. ولهذا قال النبي عليه السلام: ما بال أحدكم يقتل أخاه، رأى رجلا يعني يقتسل، فقال: كأنها جلد مخبأة. طوالي أصابه الداوعين. عشان كده يا أخوانا، نحن إذا واحد شاف حاجة تعجبه يقول تبارك الله، وإذا شاف حاجة تعجبه في نفسه يقول ما شاء الله، في أولادك في تقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الرجل الذي دخل الجنة بتاعته قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، هي العين الحاسدة هي بمثابة السحر لشيطان الساحر أو لشيطان السحر، فهي لها خطورة أخطر من المس، وهذه تدخل بالعجب. ولهذا يعني الإنسان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا يتكشف عندما يريد أن يجامع أهله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقطى، ولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجامعن أحدكم امرأته كمجامعة البعير. لأنه بيشوف الحاجة الشيء بيعجبه، وخاصة يصيب النساء في صدورهن. ولهذا الآن تجد النساء يتعرون في الحفلات وأماكن الفرح، فيصيب صدورهم. والآن زي ما انتشر في الآونة الأخيرة سرطان الثدي. أما ده الإعجاب. أما عين المس فهي تصيب من المس، يكون يعني من جني اللمس يعني، هاي هي يعني يكون إعجاب من جني، لكن ما مسلط من بشر. ما هناك ديك معجبة بتنظر إلى الشيء ولا تبرك فتلقي سهامها، تكون السهام على حسب عين السحر. لا، وقبل أن ننتقل إلى السحر، يعني كيف يقي الإنسان نفسه من العين؟ طيب أخي محمد، أشكرك على هذا السؤال. لو سمحت لي بس أنا أوضح جزئية معينة. جميل. في مس العين. مس العين تصيب الأعصاب، فتجد دائما الإنسان عنده صداع دائم، ودي كثيرة جدا. وتجد عنده يعني انطوائية، لا يحب أن يسمع الأذان، ولا يحب أن يسمع القرآن، وتجد يعني سبحان الله في العبادة ضعيف، وتجد دائما شنو ما يذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه عنده تأثير. يقول لك: يا أخي أنا مشيت والله دكاترة كتار ما أفادوني في الجانب. فأنا أنصح يعني المشاهدين أنه إذا إنسان أصيب بصداع مستمر عليه أن يذهب بالإنسان الذي يعني يرقي. تفضل. نعم. طيب، مباشرة إلى السحر، يعني كان قديما في المجتمعات، يعني بقول لك المجتمعات المتعلمة أو القرى المغلقة ينتشر السحر والكتابة فيما بينهم، لكن الآن حتى على مستوى المجتمعات المتحضرة أصبح الجن هو حاضر وارد حتى في الدواوين الحكومية وغيرها من المؤسسات.
الأسباب اللي بتخلي الناس يلجؤوا للسحر ومن بعد ذلك نتعرف على أنواعه؟ والله طبعا هي أسباب كثيرة تخلي الناس إنه يذهبوا إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. هذا يعني عدم معرفتهم للعقيدة، لأنه يا أخواننا السحر هو من الموبقات. الموبقات معناها المهلكات. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ومن بينها السحر، لأنه السحر يعني حسي كثير من الناس من يعتقد بأنه ينفع، والله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وأكثر ما تجد أنه يذهبون للسحرة هم النساء لخلل في العقيدة. فالسحر ينقسم لثلاثة أو أربعة، منها التفريق والعطف والخيال والسحر الأسود. الخيال هو ما يكون يعني كما قال الله عز وجل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأيضا هناك دهن، وأول من استعمل هذا الدهن رجل يقال له أبو أيوب المريابي في دولة بني العباس، فكان يدهن حاجبيه وكان يسحر من كان في المجلس قاطبة، فعرفه أبو جعفر المنصور واستأصله وأخذ ماله. فداء بتاع الخيال، الخيال يعني زي الناس اللي بيسووه حسي في هنا في المدارس، الواحد انه بيعمل شمسون الجبار وما ادراك. منها تاني العطف، العطف المره بتمشي يا اخ تقول للساحر يا اخي انا داير رجلي ده يسمع كلامي او عرق المحبه. العرق يختلف. السحر اللي تمشي للساحر بيديك طلاسم وكتابات يكون موجود فيها اسم المسحور، وبعد ذاك يقوم شنو الساحر يجعله على حسب هواه، لا على حسب ما كان في الحروف الأبجدية. أيوة. إذا الأم اسمها فاطمة يناسب ما كان في الحروف الأبجدية، إما جعله ترابيا أو مائيا أو هوائيا أو ناريا. بمعنى التفسير بمعنى أنه الحروف الأبجدية تناسب الحرف الذي يكون باسم المسحور. يعني ما ممكن يكون حرف أبجدي ناري يجعل لك ترابي، ما يقع ما 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 بيقع على الزول ذاك. لابد أن يكون الحرف الأبجدي يناسب ما يضعه الساحر والعياذ بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف يقتل. ولهذا يعني حد الساحر ضربة بالسيف، لأنه يا أخواننا الساحر بعض أهل العلم قالوا من لا تقبل توبته من أهل العلم، لأنه يفسد. كثير من الناس من يعتقد فيه أنه يعني يفعل هذا العمل هو بتقرب إلى الشياطين. الساحر يفعل هذا العمل بتقرب إلى الشياطين خلاف العقاقير والأدوية، لأن بعضهم يعتمد على أشجار يعني تؤتى من مناطق معينة وفعلا لها تأثير لأنها لها علاقة بالجن. أنا كثير ما فتحت يعني عروب وجدت فيها عروب، يعني حجابات فتحتها وجدت فيها عروق، وأيضا فتحت حجاب وجدت فيه بعض الطلاسم وفيه من الآيات القرآنية. يعني عسي دائما يستدلون وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني أنا مرة فتحت حجاب كذا لامرأة، يعني هي كانت متزوجة رجل، وفتحت الحجاب ده وجدت فيه هذه الآيات موجودة
في الحجاب. حجاب ما بيكون آيات قرآنية خالصة، بيكون فوقه نجوم، طلاسم، كل هذه الأشياء ثم يؤيدوه بشنو؟ بالقرآن. ده السحر بتاع العطف. التفريق أيضا بتمشي المرأة دايرة شنو؟ تفرق الراجل من راجلها، المرأة من راجلها، المرأة من راجلها. فتقول لها الشيخ جيب لي الناس زي أنا دايرهم يعيشوا في وضع بتاع التفريق بسبب حسد. أي حسد، هو حسد مع سحر. فدائما يطلب الساحر قرابين، دائما الساحر بيطلب قرابين، انه شنو؟ جيب لي ديك اسود راسه يكون فوق حمار او احمر او احمر. فهو يقربه الى ماذا؟ الى الجن، عشان يخدمه يعني، عشان يخدمه. فالان كثير من الناس يعني سبحان الله يعني حتى انتقاما منهم من يجي بصوره الانسان اللي عاوز يسحره يجعل له سحر بتاعت المرض يعني، او تدمير برضو، او تدمير. اي تلقى نعم. الصوره دي انا يعني ده موقف، هو خطيبي لقى الصوره في المصنع بتاعه. فيلا فهد للشيوخ انه الحاجه دي شنو؟ انه تشتيت، العمل ما يمشي، يكون في تدمير وكذا. اي نعم. ده بيكون من سحر عدم التوفيق. يعني حس في واحد بيمشي للسحر يقول له يا اخي انا دايرك تسوي لي سحر مرضي للانسان ده. فبيقوم بيجيب صوره الشخص وبيكتب عليها من حوالينا طلاسم وفيها دبابيس. فتجد الان الانسان المسحور يعاني من اوجاع في الجسد، في الجسد. ما يدري هذه الاوجاع من وين. يعني يمشي الدكتور يقول له يا اخي انت ما عندك حاجه، لانه يا اخواننا الشيء الروحي بيختلف عن الشيء المرض الحسي الجسدي. قبل ان يعني نمضي الى محور اخر، يعني كيف يقاوم الشخص يعني مثل هذه يعني انواع السحر المختلفه والعين وغيرها؟ والله بالتحصن. هي والعين الانسان يتحصن منها. في اذكار الصباح المساء العاديه دي ولا في اذكار اخرى؟ والله طبعا الانسان ياكل. النبي عليه الصلاه والسلام قال من تصبح بسبع تمرات. تاكل سبع تمرات؟ اي تاكل لك سبع تمرات. ما ضروري يا اخوانا تكون تمر المدينه. الانسان ياكل له اي تمر من الصباح، اول يصطبح بها حتى دي تكفيه من الإصابة. ما هي أسهم الإنسان لما يعني تسلط عليه أسهم. إذا كان هو محصن في حصن منيع، هذه الأسهم ما تصل له. ما هي زي الدروع، الأسكار والحصن. لكن في النهاية ربنا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا كانت حتى حصونك دي ضعيفة مرات بيصل لك. نعم. سبعة تمرات. الإنسان لا من دار ينوم يقرأ آية الكرسي، قال يظل عليك حافظ حتى تصبح، تقرأ آيتين خواتم سورة البقرة. قال كما جاء الحديث ابن مسعود قال كفتاه آمن الرسول بما أنزل. نعم. تقرأ سورة البقرة إذا الله عز وجل سبحانه وتعالى وفقت. لأنه يا أخواننا قراءة البقرة أخذها بركة، تركها حسرة. لا تستطيعها البطلة. البطلة من هم؟ السحرة. الدعاء وهو سلاح المؤمن. أنا من هنا أناشد الذين أصيبوا بهذه الأمراض التي أصابت أجسادهم وأصابت عقولهم وأعصابهم، أنه لا ييأسوا من الدعاء. والله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين. وقيل كما قال إنه إبراهيم عليه السلام قال نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله من الله.
ولهذا دائما يا احبتي الكرام انه الانسان يتحصن، يجعل اذكار الصباح واذكار المساء، البيت تقرا فيه سوره البقره تهرب منها الشياطين، يعني يحصن ابناؤه، يتحصن هو بالمعوذتين. لهذا يعني النبي عليه السلام كان يحصن الحسن والحسين بالمعوذتين، لانها شنو هي ايضا يعني من النفاسات، يعني ان تنفس في كفك ثم تمسح بها اعضاءك. النبي عليه الصلاه والسلام سحره يهودي يقال له لبيد بن العصم في مشط ومشاطه عند بئر زروان، قال فنزل ملكان وجلس احد على رجليه والاخر على راسه. مشط ومشاطه معناه كان بيسرح يعني. اي هم لقوا الشعر بتاع الرسول عليه السلام في 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 شنو؟ في مشط. في مشط. فقام عملوا فيها العقد والنفس دي، فسبحان الله يعني سحر النبي عليه الصلاه والسلام ونزل ملكان وجلس احد على رجليه واحد على راسه، فقال ما به؟ قال مطبوب. فقرأوا عليه، قال فقام كأن ما نشط من عقال. ولهذا دائما يا اخواننا الاشياء دي يعني نحن ما يعني نخوف المشاهد منها، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. تفضل. شيخ ياسر انا عايزك توريني الفرق بين السحر الابيض والاسود والاحمر. نعم. طبعا هذه المسميات سموها اهل العلم من الاختصاص، وهو يختلف بحسب السحر، ومن اخطرها السحر الاسود الذي يؤدي الى الموت، والسحر الاحمر ودائما يكون في جانب النساء، والابيض يكون يعني يفعلوا باشياء ربما تكون هي بالادويه والعقاقير. الاسود عنده مضره، بيكون عنده مضره في جسد الانسان، يعني ربما يؤدي الى قتله باذن الله عز وجل. و هذه الأشياء طبعا يعني أهل الاختصاص والشأن هم الذين فرقوا هذه الأمور. شيخ ياسر نستوقف مع الآذان، لكن إن شاء الله نتلاقى في مساحات أخرى، والأسبوع الجاي إن شاء الله تكون معنا. شكرا لك يا ياسر. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بتوقيت المحلي في ولاية الخرطوم. نستمع إلى الآذان.